مرحبا. ويتصاعد التحديات الرقمية، صارت الحاجة ضرورية لحماية المدونين أصحاب المحتوى الإيجابي وتعزيز الأمان الرقمي للمدونين، وأيضاً ضمان حقوقهم ضمن بيئة إلكترونية آمنة ومستقرة. طبعاً أكثر من 80% من المدونين تعرضوا لشكل من أشكال المضايقة الإلكترونية، أما 50% منهم جت التهديدات من خلال منصات التواصل الاجتماعي. والقوانين الحالية هي تعتبر غير كافية لحماية حقوق المدونين. تعال نتعرف احنا وياكم على اهداف التشريع الجديد. هو تعريف واضح للمدونين وتحديد من يعتبر مدون وما هي حقوقه ومسؤولياته. ايضا انشاء قوانين تجرم التهديدات والمضايقات الالكترونية ضد المدونين. وايضا تعزيز حرية التعبير وضمان بيئة تكون آمنة للمدونين لمشاركة آرائهم يكون دون خوف من الانتقام. بالإضافة إلى تدريب المدونين من خلال برامج تكون توعوية وتدريب على كيفية حماية أنفسهم رقمياً. وفي حالة تم تشريع هذا القانون راح تقل نسبة التهديدات، ويمكن للمدونين الشعور بأمان أكبر عند التعبير عن آرائهم، وراح يتم تعزيز المحتوى الرقمي ضمن بيئة تكون آمنة، وأيضاً تحفز المدونين على إنتاج محتوى يكون أكثر جرأة وجودة.